بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو نمبر 9 Advanced Maintenance Planning Scheduling and Work Control. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله زي ما تعودنا بنبدأ كل فيديو بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث 40 النووية، الحديث 9 عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هنستكمل السلسلة بتاعة Six Phases of Maintenance Planning and Scheduling، وكنا أنهينا قبل كده الفيز الأولى اللي هي Work Request أو Work Identification، ثم مرحلة البلانينج، وهنتكلم اليوم إن شاء الله على المرحلة الثالثة اللي هي السكيدولينج. يعني إيه سكيدولينج؟ إذا كنا بنتكلم على البلانينج اللي هو بيحدد what and how، فالسكيدولينج بيتكلم عن when and who. يعني إيه؟ يعني بيحدد امتى التاسك should be executed، وكمان بيحدد who will do the job. الجوب ده assigned لمين؟ assigned لـ specific worker، يبقى بيحدد الworker اللي هو should execute the work. عملية الscheduling بتأتي بعد عملية البلانينج، وزي ما احنا شايفين كده العملية sequence. بعد عملية البلانينج بتبدأ الwork scheduling، الwork scheduling زي ما قلنا هو when and who. Who could be internal resources or external resources. كمان محتاجين نحدد الماتيريال افيلابيليتي قبل ما نجدول، وقبل ما ننفذ نتاكد ان الماتيريال افيلابل، وكمان نعمل كوردينيشن مع الاوبريشن عشان الاكويبمنت او الاسيت تو بي افيلابل اند تو بي ريليزد فور مينتنس. الكلام ده بيتم من خلال البلاننج اند شت داون ميتنج، ودي غالبا بتتم في نهاية الأسبوع تجهيزا للنكست ويك، وبيحضر الميتنج دي المينتنس والأوبريشن أو البرودكشن عشان يتفقوا مع بعض على النكست ويك سكيدول. ولما بيتفقوا بتبقى الماتيريال افيلابل والأسيت ويل بي افيلابل والريسورسز افيلابل، يبقى بيطلع عندي بعد كده برضو الورك باكج الخارج من الورك سكيدولينج، زي ما كان في قبل كده ورك باكج خارج من البلانينج، ففي هنا ورك باكج خارجة من مرحلة السكيدولينج. ورك باكج دي فيها كل المينشند ايتمز قبل كده، سواء كانت اللي كانت في الورك ايدنتيفيكيشن او اللي ادد في الورك بلانينج او اللي ادد في مرحلة الورك سكيدولينج. هو and when will be added as well، وبينتج عنها اللي هو الـ daily schedule والـ weekly schedule. طبعا كل الباكج بتاعت الـ work planning برضو including هنا الـ work order والـ permit و what material required وأي documentation أو أي safety requirements. مين اللي بيقوم بعملية الـ scheduling؟ It depends. ممكن يكون البلانر is the same who will be involved in scheduling.
يعني نفس الشخص اللي بيقوم بعملية البلاننج هو نفسه اللي هيقوم بعملية السكيوليلينج. يبقى ايا كان السيستم او الاورجانيزيشن سيستم has a scheduler or the planner will himself do the and acting as the scheduler. It depends وبصرف النظر فلازم نكون عارفين ان في رولز للبلاننج وفي رولز للسكيدولينج. زي ما قلنا البلاننج بيحدد وات اند هاو، والسكيدولينج بيحدد وين اند هو. وده الفرق بين البلاننج والسكيدولينج ان بريف، يعني باختصار شديد. وحبينا نميز البلاننج عن السكيدولينج، البلاننج بيقول ايه المطلوب وازاي يتعمل، دي اللي هي بنسميه البلاننج. بعد كده بيجي بقى عمليه السكيدولينج، سواء هيقوم بيها نفس البلانر او هيقوم بيها ديديكيتد سكيدولر. يبقى السكيدولينج هو بيحدد امتى هيتم الاكزيكيوشن ومين اللي هيقوم بعمليه الاكزيكيوشن، وبالتالي هيبقى فيه رولز للسكيدولر وفي رولز زي ما قلنا قبل كده للبلانر. قد يكون نفس البيرسون هو اللي بيقوم بالاثنين، بس لازم يكون برضو keep in mind ان هو هيبقى acting وهيبقى فيه ليه rules خاصة بمرحلة البلاننج ورولز خاصة بمرحلة السكيدولينج. طب السكيدولر رولز ايه بقى؟ هو طبعا السكيدولينج بيجي بعد البلاننج. He receive the plan, he review the plan, review the backlog و creating the weekly schedule و publish and distribute the work scheduling أو the weekly scheduling among the stakeholders. هو بيحدد who and when. هو بي decide what work to be done at what time. Who and when again. Assign the person and the craft needed. ده اللي هو who. كمان بيعمل follow up و monitoring the day to day activities عشان make sure ان the activity are done according to the schedule. ولو في اي modification هو بيبقى updated بال modification. His most interested or his most role is to make sure that whatever being scheduled will have the resources required. سواء كانت resources دي human resources أو materials أو tools أو إن ال equipment will be released for maintenance من خلال coordination مع production و following the priority و work to go as planned. كمان هو communicating the schedule, the weekly schedule و daily schedule لكل the stakeholders أو to all affected resources سواء كانت resources دي internal resources أو outsourcing. هو بيحدد كمان الكرافت availability for the next week to approve the weekly schedule. He make every effort to make sure that the work will start as on the schedule. العمل هتتنفذ حسب الجدول وتبدأ في ميعادها. كمان بعد ال execution وال completion بتاع التاسك he make sure that the feedback result and any discrepancy will be documented for further analysis. يعني بيتأكد ان الفيدباك زي ما انتوا عارفين ان احنا في عندنا حاجة اسمها estimation وحاجة اسمها actual. فعلى الاقل الاكشوال to be documented. لو كان في اي discrepancies او تفاوتات او اختلاف فبنحنا بناخد الاختلافات دي والتباين ده عشان نعمل له analysis ونعرف هو ليه في اختلاف ما بين الاستيميتد والاكشوال. ربما يكون في خطأ في الاستيميشن نعدل الاستيميشن بعد كده، او ربما يكون في خطأ في الاكزيكيوشن يبقى بنشوف ايه الخطأ اللي موجود في التنفيذ ونغير الايه الخطأ ده.
فكمان ميك شور ان البريوريتي سيستم ورك از بلاند، يعني الحاجه اللي هي هاي بريوريتي بتاخد اولويه الاول، الحاجه اللي هي ليست بريوريتي ممكن نعمل لها تاخير شويه. كل شيء حسب الكريتيكاليتي بتاعته وحسب البريوريتي بتاعته. كمان هو زي ما قلنا قبل كده بيعمل كوميونيكيشن للويكلي سكيدولز لكل الستيك هولدرز والافكتد ريسورسز. كمان من ضمن الرولز بتاعته ان هو يكون كمان بروفيشنت في استخدام الكمبيوتر واستخدام الكمبيوتر مينتنس مانجمنت او الساب او الماكسيمو او وات ايفر السيستم اللي هو موجود وبيستخدم. يبقى هو بيتعامل مع السيستم، يبقى عنده الكابابيليتي وعنده الاكسبيرينس انه يتعامل مع هذا السيستم. كمان عنده فكره انه يفهم الورك فلو، ازاي الفلو بتاع الورك ماشي، ازاي اللوجيك سيكونس بتاعت البروسيس. في حاجات لازم تتم قبل حاجات او حاجات معتمده على حاجات تانية، يبقى هو اندرستاند اللوجيك بتاع الورك فلو. Managing and organize task requirements، سواء كان ال requirements دي عبارة عن people أو resources، فهو بيعمل organization بينظم. أو في عندي multi skills أو multi discipline أو required for any task، يبقى هو بينظم ال crafts دي. يعني عندي ميكانيك، عندي electrician، عندي instrumentation، عندي welder، هو بينظم كل التاسك ريكويرمنت. عندي ماتيريال هتحتاجها في مرحله معينه، يبقى ممكن ناخرها لان المكان لا يسمح ان انا اعمل ليها ستيجنج او ان انا اخزنها في المكان. فكل ده نوع من الايه، نوع من الاورجانيزيشن. كمان يبقى عنده السكيلز والبيرسونال سكيل، ان يبقى جود نيجوشيتور، يعني يتفاوض مع الافراد عشان يحصل على الموافقه على الجدول، على السكيدول، سواء ويكلي سكيدول او ديلي سكيدول. يعني يكون عنده حسن الكوميونيكيشن او جوده في الكوميونيكيشن، ان هو يتفاوض مع مع الستيك هولدرز او الافكتد ارياز. يعني يقنع الناس ان هم تو مينتين ذا ويكلي سكيدول او تو اكسبت ذا ويكلي سكيدول وذاوت اني ديلي او وذاوت اني obstacles أو restrictions. عنده فكرة كمان عن استخدام البيرت ديجرام أو الجانت شارت، النتورك شارت اللي هو programming evaluation review technique، و أو critical path methods عشان يقدر يستخدمها، وهنبقى نتكلم عنها إن شاء الله في الفيديوهات الخاصة بعملية البلانينج والسكيدولينج والمانجمنت of shut down and turn around and outage. يكون عنده فكرة او يكون عنده المقدرة ان هو make sure ان كل ال stakeholders are fully aware of the schedule requirements، في isolation مطلوب، في preparation لعملية المينتنس مطلوبة. يبقى كل الافراد اللي لهم علاقة بهذه التجهيزات يكونوا aware بهذه المتطلبات. هناخد كده كيس ازاي نتعامل مع الباكلوج. الباكلوج هو list of work orders which has been already planned and already ready for scheduling and execution. هناخد كيس study assuming ان انا عندي section maintenance section او maintenance area administration او maintenance group عددهم 5 workers بيشتغلوا 5 ايام في الاسبوع، 8 ساعات في اليوم، 1 shift، وهم dealing with a backlog. وهنفترض ان احنا will allocate certain percentage of man hour for emergency، وassuming كمان ان for safety reason at least 2 workers will be allocated for every work order. عايزين نعرف بقى ليه الديلي سكيدولز والويكلي سكيدول والتوزيع الاعمال خلال الايام القادمه والاسابيع القادمه، على اعتبار ان احنا عارفين ايه هو الباكلوج. الباكلوج
هنشوفه اللي هو عبارة عن مجموعة الـ Work Orders. الأول نشوف أنا عندي كام مان أور بير ويك. أنا عندي 5 workers اشتغلوا 5 hours بير 5 days بير ويك 8 hours بير day، يبقى التوتال مان أور بير ويك هيبقوا 200. ريمبر إن إحنا عندنا 20% will be dedicated for emergency. ال 20% دول اللي هم يعادلوا 40 hours، يبقى ال remaining hours per week، ال available hours per week هيبقوا 160 hours man hour per week. هيتعاملوا مع الباكلوج، والباكلوج اهو لو افترضنا ان ده الباكلوج، الباكلوج هو اللي عباره عن الليست اوف ورك اوردرز، ليها نمبر وليها برايورتي وليها استيميشن تايم. عدد الورك اوردرز يعني اللي موجود عندنا هنا في الباكلوج 27 ورك اوردرز. طبعا الباكلوج ده المفروض ان هو will be executed in the future weeks and future days. يعني احنا بنخطط للاسبوع القادم، افترض النهارده يوم مثلا ال end of the week، واحنا بنجهز للاسبوع القادم، فاحنا capturing كل الورك اوردرز المطلوبه حسب البرايورتي بتاعتها، ونتأكد ان كل هذه الورك اوردرز نعمل عليها نوع من التشيك من حيث الافيلابيليتي بتاعه الستاف. كل ورك اوردر هيبقى الستاف بتاعه افيلابل، الافيلابيليتي بتاع الماتيريال والبارت ويل بي افيلابل، ولو في ليبر سكيلز سبيشال ليبر سكيلز نيدد سواء كان ان هاوس او اوت سورسنج او كونتراكتورز، لو في سبيشال تولز او هيفي اكويبمنت او اي اكتيفيتي مطلوبه سواء كانت عمليه برجنج او عمليه ايزوليشن او عمليه تجهيز او عمليه اعداد. لو كان في سبيشال تولز مثلا سكافولدنج او هيفي اكويبمنت او ريجنج سيستم مطلوب، كمان ده بيبقى نعمل عليه تشيك. فبنراجع الباك لوج ده كله، كل الورك اوردرز اللي موجوده في الباك لوج بنراجعها 1 باي 1، ونعمل كونفيرم ان الريكويرمنتس كلها اوكي. لو في واحد من الورك اوردرز دول الريكويرمنتس نوت اوكي فبنستبعده، وفي نفس الوقت بنعمل نوع من الايه، نوع من السورتنج حسب الايه، حسب البرايورتي. يبقى الاول بنعمل سورتنج ليه، ونعمل نوع من السيجريجيشن للبلاند وورك، الباكلوج ده يعتبر بلاند اوريدي بلاند، ونعمل له سيجريجيشن ونعمل له سورتنج باي برايورتي. بنبدا بالهايست برايورتي. كيب ان مايند ان الافيلابل مان اور بير ويك از 160 اورز، وبنقول ان اتليست تو وركرز should be involved in every work order. يبقى دي معناها ان انا عندي هيبقى عندي half of this amount، لان هما اتنين will be involved، يبقى repair hours allocated هتبقى 160 divided by 2، يبقى كأن عندي 80 hours per week. زي ما احنا شايفين كده في عندي هنا كذا كولوم. الكولوم الاولاني ده اللي هو السيريال او الورك اوردر، مجرد تسلسل للورك اوردر نمبرز عشان نسهل بس التعامل معها، افضل ما نتعامل مع الورك اوردر نمبر. دي مجرد تسهيل للسكيدولينج. بعد كده الورك اوردر نمبر، بعد كده البرايورتي بتاعته، وبعدين استيميشن تايم، وبنعمل بعد كده الاكوموليشن تايم. ليه بنحتاج الاكوموليشن؟ عشان لما نوصل لل 80 او نبقى في حدود ال 80 نتوقف ونقول ده اللود بتاع 1 ويك. عشان كده الاكوموليتد بتاعي بيبدا اول ورك اوردر كان الاستيميشن تايم 10، وبعد كده الورك اوردر رقم 2 كان 22، يبقى الاكوموليشن هيبقى 32. لما نضيف عليهم الثالث هيبقى 62، لغايه ما نوصل الى الورك اوردر اللي هو نمبر 15 حسب البريوريتي بتاعته، يبقى وصلنا هنا ل 78. يعني انا هنا ابروتشنج ال 80 اورز، يبقى انا بقف وتوقف واقول انا كده
completing الويك نمبر 1. يبقى ده الويك نمبر 1 هيبقى فيه كام ورك اوردر؟ هيبقى فيه 4 ورك اوردرز اللي هم 12 13 14 15، ودول هيحتاجوا 78 hours وانا عندي available 80 hours. يبدأ الكاونتر بتاعي يبدأ يعد من جديد في الورك اوردر نمبر 19، وستيل مازال هو في البريوريتي نمبر 1 اللي هو محتاج استيميشن 14 hours. يجي معاه الورك اوردر 22، الاوردر 22 18 hours، لما نجمعها على 14 هيديني accumulation 32 hours. وهنكمل، هلاقي بدأ يدخل عندي في الليستة برايورتي نمبر 2 بدأت تدخل، لأن البرايورتي نمبر 1 اكتملت. فنبدأ ناخد بقى من برايورتي نمبر 2 ونمشي بنفس السيكونس ده عشان نبدأ نكمل الويك نمبر 2 ونكمل مع بعض كده. الويك نمبر 3 يبدأ من الورك اوردر نمبر 11 وبرضو بنفس الطريقة. هتلاقي ان في نهاية كل ويك العدد بتاع الاورز ابروتشنج او قريب من ال 80 اورز. ومش مهم عدد الورك اوردر، يعني نلاقي مثلا في الويك نمبر 4 في عندي بس 3 ورك اوردرز لان الاكوموليشن بتاعهم بيوصل تقريبا 82. مفيش مشكلة ان انا يبقى عندي 2 اورز ممكن تتحسب بعد كده اوفر تايم. ويبدأ بعد كده الويك نمبر 5، طبعا هنا دخلنا في البرايورتي نمبر 3 ونمبر 4، واخر ويك عندي اللي هو نمبر 6 ده هتبقى فيه البرايورتي اللي موجودة فيه. هنوصل بقى للبرايورتي 5 اند 6، وبرضو هننتهي هنا عند التوتال اور في الويك نمبر 6 هتبقى 68. يعني ممكن نسمح كمان لو في اد اون جوبز ممكن نضيفه عشان نستكمل بيه الايه 80 ساعة. بعد ما حددنا الويكلي سكيدول، طبعا الكلام ده كله بيتم في زي ما بنقولنا في السكيدولينج اند بلاننج ميتنج اللي بيتم في اخر يوم في الاسبوع تجهيزا للاسابيع القادمه. يبقى انا كان انا عندي دلوقتي مجهز حوالي 6 ويك اهيد، يبقى انا عندي 6 اسابيع جاهزه معروف لكل اسبوع من ال 6 ويكس القادمه، معروف ايه هو اللودز او ايه هي الورك اوردرز اللي هتكون تتنفذ في كل اسبوع من النيكست او الابكامينج ويكس الاسابيع القادمه. طيب هل انتهى الموضوع عند كده؟ لا والله، في احتمالين، احتمال بنسميه الامبروبر كاستم واحتمال تاني بنسميه البروبر كاستم. ايه هو الامبروبر كاستم؟ ان مجرد ان الويكلي سكيدول از ديفلوبد، بعض البلانرز والسكيدولر في الميتنج ده جاست ان هم فينيش اب تيل تو ذيس ستيج اند تيرن اوت هذا السكيدول الويكلي سكيدول تو ذا مينتنس سوبرفايزر اند جيت ذيم سيلف كويت اند واش ذير هاندز اوف وات هابنز فروم داي تو داي. يعني خلاص مش مسؤولين عن اللي هيحصل في خلال الاسبوع ده. الحقيقه بنعتبره امبروبر كاستم. ليه؟ لان في الحالة دي هنلاقي السوبرفايزور هيبقى overloaded، لان هو اللي هيحدد الجوب بتاع كل يوم، وهو اللي هيعمل coordination مع الاوريجينيتورز او الانيشيتورز او الريكوست، الشخص اللي عمل ريكوست. وهو كمان اللي هيعمل decision about لو ما يحصل عنده adding او placing jobs that may become during the week. طبعا بيحصل احيانا اضافات او تعديل او اعمال اضافيه بتضاف او emergency بتزيد عن ال 20% اللي احنا already allocated، او ما فيش emergency يبقى هو يستفيد من ال 20% اللي هي allocated في emergency ويضيفها للسكيدول. فدي كلها اعباء اضافيه، ودي طبعا لها عيوب. ايه العيوب بتاعتها؟ ايه الدروباك بتاع الحكايه دي؟ ان هذا يضيف بيردن على السوبرفايزر جوب، وهذه الاديشنال لود اكشوالي ريالي انسيسيرلي. يعني المفروض ان احنا يبقى في عندي بديل للامبروبر كاستم ده. طب ايه هو البروبر كاستم بقى؟ البروبر كاستم ان احنا واحنا في الميتنج دي
وفي وجود البلانر والسكيدولرز والناس بتوع الاوبريشن والريبريزنتيف او السوبرفايزر بتاع الاوبريشن والسوبرفايزر بتاع المينتنس، ان احنا نقعد ونعمل ديفلوبنج للديلي سكيدول. الديلي سكيدول فور افري ويك، يعني بدل ما احنا هاند اوفر البلك بتاع الويكلي سكيدول ده للسوبرفايزر، لا احنا بنساعد وبنجهز الايه كمان، بنفك الويكلي سكيدول ده الى ديلي سكيدول. وده اللي يميزه الحقيقه، ان في وجود البرودكشن سوبرفايزر بيبقى اجريد وكوميتد للسكيدول بتاعنا، وبيبقى عارف ان في كل يوم من ايام الاسبوع which equipment to be released to the maintenance، يبقى هو عارف الجدول اليومي ومتفق عليه وموافق عليه في الميتنج، عشان ما يحصلش بعد كده مشاكل اثناء الاسبوع. وده طبعا هيساعد كمان ان هو يعمل فري للسوبرفايزر من عمليه الكوردينيشن، لان احنا زي ما نشوف بعد كده السوبرفايزر ده الرولز بتاعته مختلفه تماما عن الرول بتاع السكيدولر، والمفروض ان هو يعني ما يبقاش نوت انفولفد في عمليه الايه الديلي سكيدول، انما هو هيبقى ليه رولز اخرى هنتكلم عليها فيما بعد. طيب ازاي بقى بننفذ الديلي سكيدول؟ دي مجرد بروبوزال كده فورمات بتساعدنا ازاي نجهز اليوم الاول من الفيرست ويك، ثم اليوم الثاني من الفيرست ويك، ثم اليوم الثالث واليوم الرابع وهكذا. على الاقل نجهز لي الكومينج 6 ويك، نجهز منهم على الاقل اول اسبوع، وفي الميتنج اللي جايه هنجهز الاسبوع الثاني ونشوف برضو لو فيه اي تغييرات حصلت يبقى نعمل لها ابديت فيما بعد. الديلي سكيدول ده بيتكون من ايه؟ زي ما احنا شايفين، اولا في ليست بتاعه الورك اوردرز تو بي ديسايدد فور ذا فيرست داي، ودي طبعا جايه من الليست بتاع الفيرست ويك، يعني واخدين اول تو ورك اوردر من الفيرست ويك. لو رجعنا كده للفيرست ويك فاحنا هناخد ايه رقم 12 ورقم 13 دول مثلا، وليكن دول هيتموا في اليوم الاول من الايه من الويك. اهو هذا الورك اوردر، المفروض ده اللي هو نمبر 12 ونمبر 13، ده السيريال نمبر بتاعته. والاستيميشن تايم كان بتاعه كان قد ايه؟ كان 10 ساعات، وبان هم اتنين وركرز هيبقوا موجودين يبقى 10 في 2 هيبقى 20 ساعه. الورك اوردر اللي بعد كده برضو كان الاستيميشن بتاعته 22 اورز ملتبلاي باي 2 يعني 44 اورز، ده اللي هو الاستيميشن. طيب الورك اوردر الاولاني ده انا اساين دي مثلا الوركرز اللي موجود عندي، دي اسماء الوركرز اللي هو will be available for this area in the first day of the first week، عارفين ان الافراد دول هيكونوا موجودين. فالفرد الاولاني ده assign ل 10 hours والتاني هيبقى 10 hours، يبقى مجموع total hours which accomplished او completed في اليوم الاولاني هيبقوا 20 ساعة، يبقى بيظهر هنا عندي في العمود ده actual completed hour today. يعني الفيرست داي ده دي نمبر 1، التاسك ده خلص منه 20 ساعة، وهو فعلا محتاج 20 ساعة، يبقى ده كمان كده ايه يعتبر اول تاسك خلص. التاسك ده ممتد، صحيح انا هخلص في اليوم ده 16 ساعة، انما ده هيبقى ممتد، يعني متوقع ان ده يظهر فين؟ المتوقع ان ده يظهر في الاسبوع اللي جاي بعد كده، او في السكند دي بعد كده، هيتبقى منه عدد من الساعات نستكمل بعد كده. previously completed لسه ما فيش حاجة previously completed، يبقى هنا دي هتعتبر فاضيه ما فيهاش اي حاجه لسه. انما بالنسبه للتاسك ده لما نتنقل بقى للدي 2 هنلاقي البريفيوس كومبليت اللي هنا تظهر كام؟ المفروض تظهر اللي هي ال 16 دي. 16 دي تعتبر في السكند دي هتبقى تعتبر هي البريفيوسلي كومبليتد. ومكان ال 16 دي هيجي بقى ايه؟ هو تيبر ويل بي كومبليتد ان ذا سكند دي. والعمليه تمشي بالطريقه دي. هنا في الحاجات مثلا الخاصه بالامرجنسي، او لو في امرجنسي ممكن نضيفه هنا، بس واضح هنا ان ما فيش امرجنسي هتضاف. بعد كده بنعمل زي حصر للديلي لود اورز بير وركرز، يعني الوركر ده في
في اليوم ده involved كام ساعة؟ 10 ساعات، لأنه ممكن يكون involved في أكتر من work order، فبنجمع الساعات بتاعته. فهو كان involved في work order واحد، فبنجمع الساعات بتاعته اللي هي 10 ساعات. السكند وركرز 10 ساعات، ده 8 ساعات، ده 8 ساعات. هنا اوفر تايم ما فيش كده، في هنا ساعتين اوفر تايم، لان ده اشتغل 10 ساعات يبقى له ساعتين اوفر تايم، وده اشتغل 10 ساعات يبقى له ساعتين اوفر تايم، ده 8 ساعات وده 8 ساعات، يبقى الاوفر تايم هنا زيرو. اتوقع في السكند دي ان انا نفس الورك اوردر ده، افتكر الرقم بتاعه، هتلاقيه يظهر في السكند ويك، السكند دي اهو، ده السكند دي ظهر هنا في الاول خالص. ليه؟ لان هو continuous work يعني ممتد، وهو ظهر عندي actually او previously completed اللي هو 16 اللي اتنفذوا امس في اليوم الاول، واليوم ده اتنفذ تاني 16، يبقى completed today 16. يبقى انا لسه دلوقتي 16 و16 32، ده المفروض 44، يبقى المفروض ان هو كمان هيظهر في اليوم الثالث. انما هنا ظهر طبعا ورك اوردر جديد، وكانت عدد ساعاته 30 في 2 60 ساعة. طبعا ما فيش previously completed لان ده اول مرة، انما completed today هيبقوا اللي هم 16 ساعة دول. وهنا ده الحصر بتاع الايه الساعات، ما حدش يشتغل اوفر تايم، كله تمانيات، يبقى ما فيش هنا اوفر تايم. طيب اتوقع ايه بقى في اليوم الثالث؟ اتوقع ان الورك اوردر ده هيفضل زي ما هو موجود في اليوم الثالث، واتوقع ان ده كمان يبقى موجود كمان في اليوم الثالث لان لسه هيستمر. واتوقع في previously completed بالنسبه لده هيبقى الاثنين دول، لان هو في اليوم الاول 16 اليوم الثاني 16، يبقى مجموع اللي previously completed هتظهر هتبقى 32 اهي، ظهرت عندي بقت 32. طيب بالنسبه لده، بالنسبه لده ده النهارده في اليوم الثاني كان في completed today 16، هبقى هم 16 دول هم previously completed اهو لما نيجي في اليوم الثالث day 3. طب في day 3 اللي حصل؟ طبعا ده كان 44 وهو previously completed 32، يبقى بقى ناقص كام ساعه؟ 12 ساعه، يبقى ال 12 ساعه دول هيخلصوا في اليوم الثالث وهيتوزعوا على التو وركرز دول، وكل واحد هياخد بس 6 ساعات في هذا الورك اوردر. وبالتالي مجموع ساعاتهم في اليوم ده هيبقى بس 6 ساعات، مش هيبقى 8 ساعات، وبالتالي كمان مفيش اوفر تايم. بالنسبه للورك اوردر ده لسه في ساعات اضافيه، لسه في ساعات مطلوبه، فهنكمل هنحمل الاثنين دول الشيفت الكامله اللي هو 8 ساعات و8 ساعات. يبقى الكومبليتد توداي هيبقى 16 وبريفيسلي كومبليتد يبقى 32. انا لسه ما وصلتش ل 60، فبالتالي اتوقع ان يظهر في اليوم الرابع الورك اوردر ده، وهيبقى البريفيسلي كومبليتد بتاعته هتبقى 32 اهو، بريفيسلي كومبليتد 32، هو مطلوب له 60. يبقى انا برضو هكمل هاخد في اليوم ده في 2 عمال هيشتغلوا على نفس الورك ده، يفضل طبعا يكون نفس الوركرز اللي هم مستمرين مع الايه مع التاسك كل الايام. وبرضو ده يعتبر تاسك جديد اضيف هنا، وكانت الايه كانت الاستيميشن تايم بتاعته 16 في 2 ب 32. انا خلصت النهارده 16 اهو، اعتقد ان ده كمان هيظهر كمان معايا بعد كده في الايه في اليوم اللي جاي، اليوم الرابع بعد كده. وبرضو هنا الايه ده الايه اللود بالنسبه لي كله، الديلي لود بالنسبه للورك الاولاني 8 ساعات 8 ساعات، ما فيش هنا ايه اوفر تايم. وهكذا ممكن نستمر بعد كده في اليوم الخامس، هنبص نلاقي في اليوم الخامس هنكمل التاسكس اللي هي كان المفروض ان هي يعني ده هيظهر في اليوم الخامس، وده هيظهر برضو في اليوم الخامس، يعني التو تاسكس دول هيظهروا كما هما. ده هنا previously completed 32 واكشوال completed today 16، يبقى اتوقع ان ده يظهر في اليوم الخامس، ويبقى previously completed هيبقى كام؟ هيبقى 48 اهو 48. ناقص كام؟ ناقص 12 ساعة. فانا محتاج 12 ساعة يخلصوا في اليوم ده، فعلا توزع عندي اهو 12 ساعة. ونفس الشيء بالنسبة للتاسك ده، previously completed كانوا 16 والنهارده 16، يبقى ده خلاص خلص بالطريقه دي. يبقى انا كده خلصت الايه الويك ده، وخلصت الايه مجموعه التاسكس او الورك اوردرز اللي كانت موجوده او مطلوبه في الفيرست ويك. لو ترجع تاني الفيرست ويك
هتلاقي ان انا خلصت مجموعة الاربعة ورك اوردرز دول في الاسبوع الاولاني. المجموعة دي هي دي اللي اتجدولت. الكلام ده طبعا لو انا سبته للسوبرفايزر زي ما قلنا هيبقى فيه ده الامبروبر كاستم، وشفنا يعني العملية بتبقى محتاجة برضو بعض الايه بعض الجهد عشان نوزع الكلام ده، وبموافقة طبعا الممبر اللي جاي من الاوبريشن او اللي جاي من البرودكشن عشان نضمن ان هو موافق على ايه على الكلام ده. طيب لو خدنا كده ابلكيشن ازاي نعمل بلاننج اند سكيدولينج لعدد من الاكويبمنت، لو عندي مثلا جاز تيرباين عددهم 6 ولهم برنامج صيانه، شفنا البرنامج ده قبل كده ان 4 مستويات، في مستوى ييرلي ومستوى كل 6 شهور، وكل مستوى ليه الديوريشن بتاعته وليه نمبر اوف وركرز وليه السبير بارت ريكويرمنتس. وكنا اتكلمنا قبل كده على ازاي نجمع ونعمل سبريس للور ليفل عشان يتبقى عندي الابر ليفل، والكلام ده كنا اتكلمنا فيه قبل كده. ده كان لما كنا بنتكلم على معده واحده. طب دلوقتي لما بقوا 6 معدات نتعامل معاهم ازاي؟ قبل ما نعرف نجاوب على السؤال ده ونكمل بقيه البيانات اللي موجوده عندي، الجاز تيرباين دي بتشتغل فول داي 24 ساعه بير داي، وبتشتغل 300 يوم في السنه، وبتشتغل 8 ساعات. الوركرز انا اسف الوركرز بيشتغلوا 300 يوم في السنه، والوركرز بيشتغلوا 8 ساعات في اليوم، بس طبعا التيرباين بتشتغل 24 ساعه، يعني في 3 شيفت هيتبدلوا على الايه على التيرباين. ده بالنسبه للوركينج كونديشن. بالنسبه للكوركتيف مينتنس سي ام كوركتيف مينتنس انفورميشن، يعني الاعطال اللي حصلت في السنه اللي فاتت للجاز تيرباين دي كانت محتاجه 380 مان دي. هنا بنتكلم على مان دي مش مان اور، هنا الحساب باليوم. يبقى الجاز تيرباين دي كان في محتاجه 380 مان دي بير جاز تيرباين بير يير. مش معناها انها متعطله 380 يوم، لا، هي محتاجه مثلا افرض عندك 10 عمال يبقى هي تقف 38 يوم في 10 يدوله يديني 380 يوم حاجه زي كده، ده اسمه المان دي. برضه الامرجنسي كانت محتاجه قطع غيار تكلفتها 12000 دولار لكل جاز تيرباين. المعده دي كانت توقفت مش 380 يوم، لا، توقفت بس 15 يوم في السنه نتيجه للاعطال الكوركتيف او الاعطال اللي هي غير مجدوله. بالنسبه للكوست ريت الليبر ريت 10 دولار في اليوم، وبيضاف لهم 25% اوفر هيد. بالنسبه للداون تايم كوست بيكلف، لو افترضنا بيكلف 1000 في اليوم. طبعا احنا ما بنتوقفش عند الارقام، ما يجيش واحد يقول لي الرقم ده عالي الرقم ده منخفض، لا، احنا اهم حاجه عندنا الكونسيبت بتاع الكيس، نفهم الكيس، انما النمبرز دي لا تعني اي شيء، المهم ان احنا نفهم ازاي نتعامل معاها. ال1000 تتشال وتحط مكانها 100، تحط منها 10000، ده مش هيفرق معايا خالص، ومش عايزين نضيع وقت ان احنا نقعد نتكلم في ايه في اللوجيك بتاع الارقام دي لانها لا تعني شيء بالنسبه لي. ايه المطلوب؟ دي لسته المطلوب. ايه السايز بتاع البي ام ليبر فورس؟ انا محتاج كام وركرز عشان يقوموا باعمال البي ام؟ ومحتاج كام واحد عشان اعمال الكوركتيف؟ ومجموعهم كلهم يبقى كام؟ والداون تايم نتيجه للبي ام كام يوم؟ والداون تايم بالنسبه للسي ام كام يوم؟ ومجموعهم يبقى كام؟ والافيلابيليتي بتاعت الجاز تيرباين تبقى كام؟ وتكلفه الداون تايم كوست هيبقى كام في السنه؟ وتكلفه قطع الغيار اللازمه للبي ام هتبقى كام؟ وتكلفه قطع الغيار اللازمه للكوركتيف مينتنس في السنه هتبقى كام؟ وتكلفه الصيانه السنويه هتبقى كام؟ والصيانه السنويه دي بتتكون من حاجتين، بتتكون من البي ام والسي ام، فنجمعهم مع بعض عشان نجيب تكلفه الصيانه السنويه. طيب البلان بتاعتك بقى السكيدولنج بلان بتاعتك بالنسبه للبي ام هتكون ازاي؟ والريسورس بروفايل، يعني انت محتاج كل يوم في السنه تقول لي خلال 365 يوم انا في اليوم الاول محتاج عماله كذا، في اليوم الثاني محتاجه كذا، ده بنسميه المينتنس ريسورس. والخطه الشهريه للبي ام بلان، يعني تقول لي انا في الشهر الاولاني هعمل كذا وهعمل كذا، الشهر الثاني هعمل كذا وهعمل كذا.
طيب بسم الله نتوكل على الله نشوف ازاي نتعامل مع الكيس دي. احنا اتفقنا طبعا على ان انا عندي هيبقى التوزيع اعمل سب ريسك للابر ليفل، فهيتبقى عندي في شهر يناير هيبقى عندي بس لكل للتربينه رقم واحد، افترض ان ده بالنسبه لاول تربينه، هم 6 تربينات، هنتكلم على تربينه واحده الاول، دي التربينه الاولى في شهر يناير هعمل لها واي اللي هو الابر ليفل او الليفل نمبر 1 ليرلي، وبعد كده في شهر 2 الام، وشهر 3 الام، وشهر 4 3 ام. ارجع للفيديوهات اللي قبل كده هتلاقي تفاصيل عن الكلام ده، ودي الداتا اللي موجوده عندي. بس من الداتا دي اقدر دلوقتي احدد المينتنس ليفر بير جاز تيرباين فيما يتعلق بالماندي ريكويرمنت. يعني انا عندي الواي ليفل اللي هو هيتم مره في السنه اللي بيحتاج 15 يوم، وعدد الوركرز اللي مطلوبه في حسب الداتا اللي موجوده عندي 20 وركرز، يبقى انا اقدر اجيب المعلومه دي دلوقتي اللي هو ماندي بير بي ام تايب. يعني الواي ليفل ده للتربينه الواحده هيحتاج مني كام ماندي، لانه مره واحده والمره بتبقى 15 يوم وفي اليوم فيه 20 وركر، يبقى الماندي هيبقى 300. المستوى الثاني اللي هو اس برضه هيبقى مره واحده في السنه، نختصرناه كان مرتين شيلنا منهم واحده اللي هي كانت هنا لو تفتكروا، فبقى عندي برضه الفريكوانسي بتاعته واحد، يبقى بنفس الطريقه 1 في 10 في 20. بالنسبه ل 3 ام مرتين، كانوا 4 مرات احنا لغينا منهم 2 بقوا مرتين، يبقى الفريكوانسي بتاعته 2، يبقى هنا هضرب 2 في 5 في 15. وبنفس الطريقة لما نجمع الكلام ده كله يطلع لي المان دي بير جاز تيرباين او بير ماشين هيبقى 810 مان دي. هما 6 معدات 6 جاز تيرباين، يبقى 810 في 6 يبقى 4860. 4860 على 300 يوم، لان الوركرز بيشتغل 300 يوم في السنة، يبقى كأنك محتاج 16.2 وركرز، يعني تقريبا محتاجين للبي ام دي 17 عامل. يبقى البي ام البرنامج ده كله للست تربينات هيبقى ممكن يحتاج الى 17 عامل عشان يقوم باعمال البي ام مينتنس طول السنة، طول ال 12 شهر بتوزيعاتها اللي هنشوفها بعد شوية. عايزين كمان نحسب، يبقى احنا كده جاوبنا على السؤال الاول والتاني. السؤال الاول اللي هو البي ام ليبر فورس، نيجي للسؤال الثاني والسؤال الثالث اللي هو السي ام ليبر فورس، ونجمع الاثنين مع بعض عشان نجاوب على السؤال الثالث. السي ام انفورميشن جاهز على طول، انا عندي بيقول لي ان من الهيستوري ان انا محتاج 380 مان دي بير جاز تيرباين. 380 دول لما اضربهم في 6 معدات واقسمهم على 300 يوم في السنه يبقى محتاج 8 وركرز بالنسبه للسي ام. يبقى انا كان عندي 17 وركرز للبي ام و8 وركرز للسي ام، يبقى مجموعهم الاثنين يبقى انا محتاج 25 وركرز كريسورسز مطلوبه. يبقى انا كده كبلانر حددت الريكويرمنت، حددت الريسورسز ريكويرمنت ان انا محتاج 25 وركرز للستة جاز تيرباين. طيب الداون تايم بقى الير اللي بيحصل مره في السنه، هو بياخد داون تايم حسب الداتا اللي كانت موجوده عندي 15 يوم، يبقى 1 في 15. الاس برضو مرة واحدة وبيحتاج 10 ايام، يبقى 1 في 10. الثري ام مرتين في السنة 2 في 5، يبقى 10 ايام. الام 8 مرات في السنة بيحتاج يومين، يبقى 8 في 2، يبقى بي ام التوتال بي ام 51 دي في السنة. ده السؤال رقم 4، انا بجاوب على السؤال رقم 4. السؤال رقم 5، طب يكلفني كامل 51 يوم دول اذا كان انا عندي في الافر سي ام كمان، ده البي ام، هو في الداتا قال لي كمان في 15 يوم سي ام، يبقى مجموع الاثنين دول هو التوتال داون تايم. يبقى التوتال داون تايم ده اللي هو 66 يوم، يبقى ده السي ام داون تايم مع البي ام داون تايم، يبقى التوتال بي ام في الحاله دي هيبقى 66 دايز بير يير. اقدر في الحاله دي احسب كمان الكوست بتاع الداون تايم ده، ان انا اضرب ال 66 يوم دول في 1000 يبقى يديني 66000. السيستم افيلابيليتي، افيلابيليتي معناه ايه؟ معناها الاب تايم على التوتال تايم. الاب تايم اللي هو السنه 365 يوم راح منها 66 يوم داون تايم اللي هم احنا لسه حاسبينهم دلوقتي، يبقى انا دلوقتي بشوف الاب تايم على التوتال تايم، يبقى الافيلابيليتي بتاعه المعده
هيبقى 82%. الانيوال داون تايم كوست اهو لسه حاسبينها من شويه 66 يوم وهم 6 معدات في 1000 يديني توتال داون تايم كوست. البي ام سبير بارت برضه بالنسبه للفريكوانسي، مع عرفنا الفريكوانسي بتاعت كل ليفل كم مره في السنه وهي بتحتاج كل مره قد ايه، يبقى اقدر احسب السبير بارت كوست واجمعهم مع بعض واجيب التوتال سبير بارت كوست. يبقى انا حسبت ده اللي هو البي ام، وقبل كده كان عندي اضربه في 6 عشان اطلع احسب لي بالنسبه لل 6 جاز تربين. بالنسبه للسي ام سبير بارت هو مديها لي في الداتا جاهزه، مجرد ان اضربها في 6 هو عدد المعدات عشان اطلع الايه السبير بارت الخاصه بالسي ام. الانيوال مينتنس كوست سواء كانت سبير بارت او ليبر، سواء كانت سي ام او بي ام، بجمع الكلام ده كله مع بعضه يديني A و B، A اللي هو البي ام اند سي ام سبير بارت، وB اللي هو البي ام اند سي ام ليبر كوست، والكلام ده كله حسبناه قبل كده. نجمعه مع بعض يديني التوتال بادجت المطلوبه. هو بيقول لي فيه 25% الاونس، فانا بضرب الكلام ده وقت بضيف له 25% يقوم يديني الايه؟ يديني الانيوال مينتنس كوست والداون تايم كوست حسبناه برضو قبل كده. المفروض اجمع الاثنين دول مع بعض يديني التوتال بادجت بالنسبه لهذه الايه هذا البرنامج. نيجي بقى للانيوال بي ام بلان. احنا دي الداتا اللي كانت موجوده عندي، وادي الايه البلان بتاعتي. في الشهر الاولاني هيبقى فيه واي، الشهر الثاني ام، الشهر الثالث ام، الشهر الرابع 3 ام، ده لمعده واحده. طب ازاي نتعامل مع بقيه المعدات؟ ادي بقيه المعدات. انا بشفت بما ان انا عندي الواي ده هيتعمل مره واحده في السنه وعندي 6 معدات، يبقى لو عندي 12 شهر وعايز اعمل خدمه الواي ده للست معدات، يبقى بالمنطق يقول ايه؟ يقول ان انا الواي دي اعملها كل شهرين مره لمعده، يعني يناير اعمل المعده جي 1 اللي هي الجاز تربين رقم 1، يبقى انا بعمل لها واي. طب الجاز تربين رقم 2 بعمل لها واي ايه بعدها بشهرين عشان اوزع اللود بتاع الواي ده على مدى السنه. يبقى كل شهرين بعمل واي وهم 6، يبقى كان انا بقول ايه؟ ان انا يعني 12 شهر بوزعهم على عدد المعدات اللي عندي عشان اقول كل كام شهر بعمل الواي. وهنا هتبقى المعده رقم 3، هنا المعده رقم 4، هنا المعده رقم 5، هنا المعده رقم 6. البرنامج بتاعي كان واي ام ام 3 ام 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 اس. هتلاقي انك بدات البرنامج للمعده رقم 2 في شهر 3 وتكمل نفس البرنامج بنفس السيكونس اللي كنت مشغل بيها في المعده رقم 1. يعني هنا واي برضو بعدها ام ام وبعد ام ام 3 ام وبعد كده ام ام اس، ونفس الشيء بالنسبه للمعده رقم 3. الواي بتاعتها بدات في شهر 5، انما من واي بكمل نفس الايه نفس السايكل. السايكل عندي ثابته اللي هي واي ام ام 3 ام 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 اس وهكذا. يبقى ده هو بالنسبه لي هو البرنامج على مدى السنه لل 6 جاز تربين. دي اسميها بلان 1 لان انا ممكن اعمل فيها تعديل، انما يعني هنفترض ان دي الخطه رقم 1. وبناء على الخطه دي اقدر اقول انا في الحاله دي الماندي يبقى انا دلوقتي نراجع مع بعض الداتا اللي كانت موجوده عندي. كان بيقول لي ان الواي محتاج 300 ماندي، الاس محتاج 200 ماندي، 3 ام 75 والام محتاج 20. طبعا الارقام دي جات منين؟ جات من الداتا اللي موجوده عندي وبضربها في الفريكوانسي. يعني الاس كان مره في السنه، ال 3 ام كان مرتين، كان 3 ام اه 3 ام كان مرتين في السنه، يبقى الواي كان مره، الاس كان مره، 3 ام كان مره، الام كان مره، وده محتاج 15 دي ومحتاج عدد الوركرز. نرجع للانيشال داتا في الاول، جت منين ال 300 دي؟ اهي ده مره في السنه وبياخد 15 يوم و20، يبقى هنا
15 في 20 ب 300 وبيتكرر مرة واحدة يبقى 300. الاس ليفل محتاج 10 في 20 ب 200 ويتكرر مرة واحدة، ومن هنا جت الأرقام دي. جات الأرقام دي من هنا. طيب أنا ده البرنامج بتاعي في شهر يناير، في عندي واي وام وام واس وام وام، يبقى في شهر يناير دي أنا محتاج كام مان دي؟ محتاج كام مان دي؟ بجمع الكلام ده كله 320 و20 و220 و20، أجمعهم كلهم يطلعوا 580. طب الشهر التاني أجمع كل دول يطلعوا لي 230، ده يطلع 580 230 580 230 وهكذا. طيب انا هفترض ان انا عندي عدد الايام في الشهر 24 يوم سبت، وبقيه الايام ويك اندز مثلا يعني، يبقى انا محتاج كم وركرز يكونوا موجودين في شهر يناير؟ لو قسمت ال 580 دول على 24 يوم يبقى انا محتاج 24 وركرز في شهر يناير، ومحتاج 10 وركرز في شهر فبراير، ومحتاج 24 في شهر مارس، و10 في شهر ابريل وهكذا. طب دي بلان واحد. طب انت ملاحظ هنا ان في هنا مفيش بالانس في الورك فورس along the 12 months، يعني عدد العمالة المطلوبة هنا فيها تباين، مرة شهر احتاج 24، الشهر اللي بعده محتاج 10. فهل ممكن اعمل ليفلينج للورك فورسز دي؟ ممكن اعمل لها ليفلينج اللي هو هسميه البلان رقم 2. هتشوف انت الفرق بين بلان رقم 1 والبلان رقم 2، في تعديل بسيط حصل هنا ان الاس دي كانت في شهر 7، انا عملت شيفت سواب بين الاس والام، بدل ما كانت الام في شهر 8 والاس في شهر 7 انا عكستهم، خليت الام في شهر 6 والاس في شهر 7، وشفت بقيه الايه الجاستر بايل بنفس الطريقه، وعدت الحسابات بتاعتي تاني. بص شوف الحسابات لما تعادل تاني، بقى هنا في الشهر الاولاني بدل ما كانت 580 بقت 400، الشهر الثاني بدل ما كانت 220 او 230 بقت 410، وبالتالي لما جيت احسب الوركرز المطلوبين في كل شهر بصيت لقيت ان الوركرز بقى هنا في ليفلنج الوركرز، يعني كل الشهور انا محتاج نفس العدد من الوركرز، يبقى هنا الاستفاده بتاعتي من العماله هتكون افضل ما يمكن، اليوتيلايزيشن هتبقى عاليه، ودي فيها طبعا استفاده. يبقى ده الريسورس بروفايل للبلان رقم 2. طيب اخر سؤال اللي هو المونثلي مينتنس بلان في الشهر الاولاني. هنتكلم على البلان رقم 2 اللي احنا شفناها دي، البلان رقم 2 لو اتعاملنا مع البلان دي نشوف بقى. طب في الشهر الاولاني شهر يناير ايه اللي هيبقى مطلوب عندي في شهر يناير؟ في حاجات مطلوبه للتربين رقم 1 ولها عدد ايام ولها وركرز مطلوبين ولها سبير بارت مطلوبه، وبالنسبه لاعمال تانية للجاستربين رقم 2 واعمال مختلفه دي واي دي ام، نفس الشيء بالنسبه للجاستربين وهكذا. رقم 3 شهر 2 هيبقى فيه حاجات مختلفه، شهر 3 هيبقى فيه حاجات مختلفه. عايز اشوف بقى ايه التوزيع بتاع المونثلي بلان، يعني انا اقول ايه الشهر فيه 30 يوم، يبقى يوم 1 ايه اللي هيحصل عندي؟ يوم 2 هيكون فيه ايه؟ يوم 3 هيكون فيه ايه؟ مش احنا عندنا هنا الواي دي مطلوبة للجاستربين رقم 1، طب والواي دي محتاجة كم يوم؟ محتاجة 15 يوم. طيب يبقى انا كده اقول ايه العمالة اللي عندي بتعمل خدمات للجاستربين رقم 1 لمدة 15 يوم، اهو كده خلصوا الجاستربين رقم 1. طب اليوم 16 هنعتبره ان هو اوف. طب اليوم 17 ايه؟ هيروحوا بقى للجاستربين رقم 2 ويعملوا لها ايه؟ ويعملوا لها المستوى من الصيانه اللي هو المستوى ام. يبقى هو يوم 17 هيبقى في الجاستربين رقم 2 وبيعمل ايه؟ وبيعمل ام. طيب نشوف كده الجدول اهو، ادي يوم 16، يوم 16 ده قلنا اوف، يبقى هو يوم 17 هيروح للجاستربين رقم 2، خلاص الجاستربين رقم 1 خلصت في اول 15 يوم، هيروح للجاستربين رقم 2 ويبدا يعمل لها ام، ياخد يوم اوف، وبعد كده يرجع تاني للايه للمطلوب في شهر يناير ام ام، كل اللي باقي بقى ام ام ام
يبقى هيكمل بقيه الايه، بقيه التربينز بين كل واحده والتانيه يوم اوف. تبص تلاقي اداء التوزيع بتاع كل الايه، كل 30 يوم في شهر يناير. وهنا الوركرز المطلوبين، انت فاكر ان كان الواي، اي واي محتاجه 20 وركرز، يبقى انا في اليوم الاولاني من شهر يناير هكون بعمل واي للجاز تربين رقم واحد ومحتاجه 20 وركرز. اليوم الثاني من الشهر هيكون نفس الحكايه ونفس العدد، انما يوم 17 هكون اتنقلت للجاز تربين رقم 2 وبعمل لها الصيانه ام اللي هي محتاجه 10 وركرز. يوم 19 اوف، يوم 20 انا اتنقلت للجاز تربين رقم 3 وهكذا وهكذا. ابص الاقي في الاخر انا كده عندي الجدول بتاع الشهر الاولاني، وممكن اكمل بعد كده الشهر الثاني بنفس الطريقه، واكمل بعد كده الشهر استكمال الشهر الثاني والشهر الثالث، وبكده يبقى انا خلصت ايه 3 شهور. ممكن اكمل بقيه الشهور بنفس الاسلوب وبنفس الطريقه.